لو الحكاية فيها إن فيجو المبدعة أيتن عام. أحبوش أحبيه أيتن ألف مبروك لكل الفنانين المكرمين. يعني الإجازة دي بجد حسستني إن إحنا لو كان المؤلف لسه عايش أستاذ محمد أشرف أعتقد كان هيبقى بخصوص الجايزة دي، مش عشان هي ليا، عشان أنا كنت فرد ضمن منظومة اسمها الوالدة باشا. ربنا يرحمه يا رب، وربنا يخلي لنا كل المبدعين ويخلي لنا مصر ونبدأ نبدع ونتكرم يا رب كل سنة بإذن الله. كل سنة حضراتكم طيبين، ميرسي أوي. أيتن جائزة أحسن دور تاني.